مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما وراء الحدث. يقوم الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر الأولى من نوعها منذ تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة البلاد في مايو العام 2022. هذه الزيارة تأتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا كثيرا أن يكون معنا من أبو ظبي الأستاذ محمد الحمادي، وهو كاتب وصحفي ورئيس جمعية الصحفيين الإماراتية. أهلا وسهلا بك معنا. كما يسرنا أن يكون معنا من مراكش الأستاذ الدكتور إدريس الجريني، وهو مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. أهلا وسهلا بك معنا الدكتور الجريني. ويسرنا أن يكون معنا من الرباط الأستاذ الدكتور محمد بوشيخي، وهو متخصص في القضايا الجيوسياسية والأمنية. أهلا وسهلا بك دكتور بوشيخي معنا. أبدأ معكم الأستاذ الحمادي، أهلا بك أولا. نريد إذا تفضلت أن نتوقف معك أولا عند حصيلة اليوم الأول من هذه الزيارة. مساء الخير أولا عليكم وعلى جميع الأشقاء في المغرب العزيز. بلا شك اليوم هذه زيارة تاريخية، زيارة أخرى تضاف إلى سجل زيارات وإنجازات في العلاقات الإماراتية المغربية. اليوم كان استقبال كبير لضيف كبير في دولة الإمارات في هذه الظروف وفي هذه الأوقات حقيقة. بلا شك أن اليوم ربما لاحظنا جميعا مع نهاية هذا اليوم عدد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد التجاري أو على الأصعدة الأخرى، ما يؤكد عزم حقيقة البلدين على الأخذ بعلاقاتهما نحو يعني خلينا نقول مستويات متقدمة أكثر تليق بهذا التاريخ العريق الذي يجمع البلدين منذ أكثر من 50 عام. وبالتالي أعتقد اليوم نحن أمام مرحلة جديدة في التعاون بين البلدين. طيب نأمر إلى الأستاذ إدريس الجريني. هذه الاتفاقيات الموقعة اليوم دكتور، كيف ستعزز الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين؟ حقيقة أن هذه الزيارة تحظى بأهمية أو تنطوي على أهمية كبيرة بالنظر أولا لوزن البلدين على المستوى الإقليمي على المستوى العربي، وبالنظر كذلك إلى أنها تجسيد إلى تراكمات سابقة أرساها الراحلان الحسن الثاني رحمة الله عليه وكذلك الشيخ زايد رحمة الله عليه. وهذه العلاقات التي حرص يعني زعماء البلدين على إرسائها وعلى تطويرها في الوقت الراهن، وهذه الزيارة حقيقة بالنظر إلى مخرجاتها يبدو أن هناك إصرار من الجانبين على تطوير هذه الشراكة وعلى إعطائها بعدا مستقبليا ومستداما، وخصوصا إذا نظرنا إلى حجم المجالات التي تم إرساء يعني اتفاقيات بشأنها على مستوى الطاقي، على مستوى الاستثمارات، على مستوى القضايا الطاقة إلى غير ذلك. وأيضا يمكن هنا أن نلاحظ ملاحظة مهمة، وهي أن كذلك بالنظر إلى أن الزيارة تمت في مرحلة يعني حبلى بالتحديات بالنسبة للمنطقة برمتها، أعتقد بأنها أيضا شكلت فرصة لتبادل وجهات نظر إزاء ما يجري في المنطقة. وأعتقد بأن وجود يعني تنسيق مغربي إماراتي بصدد مجموعة من القضايا، وخصوصا وأن البلدين لهما وجهات نظر متقاربة ومتناغمة إزاء مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، هذه أعتقد كلها عناصر تعطي لهذه الشراكة طبعا بعدا مهما ليس فقط بالنسبة للبلدين، ولكن أيضا على مستوى انعكاستها على مستوى العمل العربي المشترك، وهي تجسد كذلك نقطة ضوء يعني خصوصا وأن هناك يعني كلنا يعرف التحديات التي تعرفها المنطقة على المستوى الإقليمي، فبالتالي التقارب وكذلك تعزيز هذه الشراكات بهذا الحجم أعتقد بأنه نقطة مهمة جدا يمكنها أن تحفز كذلك مجموعة من الدول دول المنطقة في الفضاء العربي لإرساء هذه الشراكات التي يمكنها أن
تدعم العمل العربي المشترك، وكذلك تدعم يعني مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وخصوصا وأن هناك تحديات كبرى مرتبطة بالأمن الطاقي والأمن الغذائي وغير ذلك. طيب، ما أمر إلى دكتور بوشيخي. أهلا بك دكتور معنا. ليستقيم الأمر علينا كذلك أن نضع الأمور في سياقها، كيف يبدو لك سياق هذه الزيارة التاريخية؟ نعم طبعا، هو سياق جد خاص كما تفضل الدكتور الجريني من قبل. فالزيارة الملكية في هذه الفترة تتسم بسياق خاص جدا، فهي زيارة رسمية تأتي بدعوة مباشرة من أو بدعوة شخصية، بدعوة من رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وهي الأولى خلال عهدته الرئاسية. تأتي كذلك في سياق تراكمي وفي سياق تصاعدي للعلاقات بين الجانبين، والتي توجت اليوم بتوقيع إعلان مهم، إعلان نحو شراكة مبتكرة ومتجددة بين البلدين الشقيقين، بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة من طرف قائدي البلدين. طبعا هذا إعلان أنه يأتي في سياق تتويج مجموعة من المشاورات، مجموعة من التفاهمات، مجموعة من العلاقات واللقاءات على امتداد 5 عقود على الاقل بين البلدين الشقيقين. لذلك كانت قطر كما كانت الامارات كما قطر من قبل من ضمن الدول الاربع التي تجاوب معها المغرب بخصوص عرض مساعداتها اثناء زلزال الحوز، وهذا يعكس اهميه العلاقه بين البلدين الشقيقين. طبعا هذه العلاقه هي علاقه تاريخيه تعود على الأقل إلى سنوات الخمسينات والستينات، حتى قبل إعلان قيام دولة الاتحاد، حتى قبل انسحاب القوات الإنجليزية من الأراضي الإماراتية. فهذه علاقات تاريخية وعلاقات استراتيجية، علاقات مبتدئة في الزمان، تكرست مباشرة بعد ديل هذه الدول استقلالها بربط علاقات دبلوماسية مع المملكة المغربية، وتوثقت بتبادل الزيارات عبر المحطات، كذلك المحطات الرئيسية التي مرت منها الأمة العربية خلال فترة العقود القليلة الماضية. يعني أتكلم عن الصراع العربي الإسرائيلي، عن حرب الخليج الأولى، حرب الخليج الثانية، اتفاقات السلام مع إسرائيل، ثم كذلك الأوضاع المتوترة في ليبيا، في السودان، في اليمن، في العراق، في سوريا. هذه كلها محطات شهدت توافق وشهدت تطابق في وجهة النظر بين المملكة المغربية وبين دول الخليج بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص. طبعا هذا البعد التاريخي في العلاقات بين الجانبين، بين المغرب والإمارات وأشقائه الخارجيين كذلك الآخرين، تشهد عليه تعزيز المواقف المغربية بصدد أو تجاه النزاع المفتعل في الصحراء. طيب، الشيخ محمد بن زايد يعني أنه حضر أو شارك شخصيا في المسألة الخضراء عام 1975، كذلك رسخ دولة الإمارات مواقفها وسياستها الداعمة للمغرب في صحرائه في مجموعة من المناسبات. طيب، سنعود للحديث عن التنسيق السياسي بين البلدين. قبل ذلك نريد أن نهتم أكثر بالجانب الاقتصادي الدكتور الحمادي، وهذا الجانب كان حاضرا جدا في اليوم الأول من هذه الزيارة. كيف تراقبون هذه الطفرة التنموية التي تحققها المملكة على الصعيد الإقليمي على الأقل؟ كيف يبدو لك كذلك أنت كمتابع للشأن المغربي دكتور التدبير المغربي للملفات السياسية الشائكة كذلك في المنطقة؟ ما الذي يغري بالنسبة إليكم في التجربة المغربية؟ ما هي القطاعات التي تهتمون بها أكثر وتريدون أن تعززوا الشراكة البينية فيها؟ نعم، في البداية أعتقد النقطة الأساسية التي تتميز بها المملكة المغربية هو الاستقرار السياسي. المغرب على مدى السنوات وعقود طويلة حقيقة أثبت أنه كبلد مستقر، بلد قادر على أن يجذب الاستثمارات، وهو بلد يعني يتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، وهذا الأمر مهم جدا عندما نتكلم عن الجانب الاقتصادي. الجانب الآخر أعتقد اليوم الموارد المختلفة في المغرب
المغرب والقوانين كذلك الموجودة في المغرب كلها تشجع الاستثمارات وتشجع المستثمرين سواء كانوا دول أو كانوا رجال أعمال على أن يكونوا موجودين في المغرب. وربما لاحظنا حقيقة السنوات الأخيرة الطفرة الكبيرة التي شهدتها المغرب، التطور الكبير حقيقة، وهذا الشيء يحسب لجلالة الملك محمد السادس حقيقة أن استطاع أن يأخذ المغرب نحو مستقبل باهر ومزهر حقيقة. ربما الكل يتطلع إلى هذا الأمر. الشراكة مع المغرب أنا أعتقد هي شراكة ناجحة وهي شراكة في محلها. دولة الإمارات تعرف تماما حجم وثقل المملكة المغربية في جميع القطاعات، وبالتالي المغرب ليست غريبة على دولة الإمارات كما أن الإمارات ليست غريبة على المغرب. الجانب الآخر أعتقد في الملفات السياسية التوافق الكبير حقيقة في وجهات النظر في الملفات المختلفة سواء كانت الإقليمية العربية أو حتى العالمية يساعد حقيقة قيادة البلدين على أن يسيرا نحو علاقات أكثر تطورا وأكثر تميزا. وبالتالي اليوم نحن نتكلم عن علاقات مبتكرة وعلاقات استراتيجية من نوع خاص. هذا الأمر نستطيع حقيقة أنا أعتقد اليوم أن نبني بين مع بلدين مثل دولة الإمارات والمملكة المغربية اللذان يعني يشتركان في كثير من النقاط وفلسفة الرؤية لإدارة الدولة ولإدارة الحياة. أنا أعتقد هذه الأمور ربما مهمة منطلقات رئيسية للعمل. التفاهم الكبير حقيقة تاريخيا يعني في رصيد البلدين ويخدم حقيقة مستقبل علاقة البلدين، والتفاهمات في الملفات الشائكة حقيقة أعتقد مهم جدا. وربما اليوم كانت هناك جلسة خاصة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وجلالة الملك محمد السادس، بلا شك أنها كانت الجلسة مهمة، جلسة رئيسية في هذه الزيارة. اليوم المنطقة على صفيح ساخن، وأنا أعتقد صوت العقل والحكمة مهمة، والعقل والحكمة اليوم بلا شك المغرب معروفة بمواقفها العروبية والإسلامية. اليوم فلسطين بحاجة إلى كل العرب، وأنا أعتقد اليوم المسؤولية الأخلاقية والقومية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية موجودة، ونعول كثيرا حقيقة على هذا اللقاء فيما يخص المستقبل وما يخص ربما المغرب وقضايا المنطقة. في بعض الأحيان يكتب صناع الرأي الدكتور الجريني ويسألون سؤالا كبيرا، لماذا المغرب؟ كنت معنا عندما علقنا على منذ سنوات على دعوة مجلس التعاون الخليجي للمغرب للانضمام إلى هذا المجلس، ورأينا حينها كيف كان رد المملكة اللبق والراقي جدا، ثم شاهدنا بعد ذلك تعاونا وتحاورا وتنسيقا كبيرا في القضايا الاقتصادية والسياسية. ليتك تجيب على هذا السؤال الكبير، لماذا المغرب؟ لماذا هذا الاهتمام الخليجي بدولة المغرب؟ ما المغري في التجربة المغربية وفي التدبير المغربي للملفات السياسية الكبيرة؟ أولا رغم منطق الجغرافية والبعد الجغرافي، ولكن يعني العلاقات بين البلدين هي علاقات متناغمة، علاقات متينة، علاقات حقيقة كما قلت فيها إرث غني من المواقف ومن تنسيق هذه المواقف على عدة مستويات. ولا ننسى يعني بأن بمثل حرص المغرب على وحدة الإمارات العربية وعلى احترام سيادتها وخصوصا فيما يتعلق بحقها في جذورها، وكذلك غيرة المغرب على استهداف أو وقوف المغرب ضد استهداف دولة الإمارات وخصوصا في بعض الأعمال التي وقعت خلال السنوات الأخيرة المرفوضة، يعني نفس الحرص تواجه به كذلك الإمارات العربية المتحدة كذلك مصالح المغرب. فعلاوة على العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، يعني الموقف واضح بالنسبة للإمارات فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. كانت دولة الإمارات أولى الدول التي فتحت قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية، وتستثمر باستمرار يعني المناسبات الإقليمية والدولية حتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للدفاع عن هذه القضية. وأعتقد بأن العلاقات المغربية المتينة ما بين الإمارات والمغرب
كذلك يعني هي امتداد أو ترجمة للسياسة الخارجية المغربية التي هي سياسة منفتحة على محيطها العربي، وهي سياسة كذلك تتعامل مع القضايا العربية ومع قضايا المنطقة بمنطق الحرص على دعم الصف العربي وعلى الحرص على دعم العمل العربي المشترك. لاحظنا ذلك يعني سواء في القمم العربية الهامة التي انطلقت مجموعة من القضايا التي تم طبعا يعني كانت حاضرة في اللقاءات التي تمت في المغرب، سواء تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية أو غيرها من القضايا. وكذلك يعني العلاقات ما بين المغرب ودول الخليج، لاحظنا حتى خلال الأزمة الأخيرة التي عصفت بالأشقاء، يعني ولو أنها كانت أزمة عابرة، ولكن المغرب استطاع أن يتخذ موقفا محايدا، ولكن هو حياد إيجابي وحياد ينطلق من الحرص على عدم التموقع خلف هذا الشقيق أو ذاك، بالصورة التي طبعا استوعبها كذلك الأشقاء في البلدان الخليجية. وأيضا لا ننسى كذلك يعني القمة الخليجية المغربية التي تمت أو التي أجريت قبل سنوات، يعني والتي حقيقة تبين فيها على أن الدول الخليجية أو دول مجلس التعاون الخليجي يعني كان هناك حرص على الدفاع عن مصالح المغرب وعلى سيادة المغرب. ونفس الأمر كذلك المغرب دائما وفي هذه القمة أيضا عبر عن دعمه لكل الخطوات التي تتخذها الدول الخليجية، سواء تعلق الأمر بأمنها أو تعلق الأمر بتنسيق المواقف. وهذه كما قلت يعني بالتالي عندما نرى هذا الاستقبال الذي حظيت به الزيارة الملكية وهذه المخرجات التي تمت في هذا اللقاء، لا نستغرب لأنها امتداد لعلاقات وطيدة، وكذلك هي ترجمة أيضا لمصالح مشتركة، وترجمة كذلك لتوافق الرؤية إزاء مجموعة من القضايا الإقليمية، وكذلك ترجمة لغيرة على هذا الفضاء الإقليمي الذي يجمع البلدين في إطار دائرتين العربية والإسلامية، وخصوصا وكما قلت أنه يأتي في مرحلة كما ذكر الأستاذين العزيزين، يعني عندما ذكر على أن المنطقة تمر بمرحلة خاصة ومرحلة صعبة، وخصوصا فيما يتعلق له الشعب الفلسطيني الشقيق من مجازر ومن عمليات، يعني لا يمكن إلا أن تفرض مثل هذا التنسيق وتفرض كذلك يعني تقريب وجهات النظر، خصوصا وأن اللحظة تتطلب العقل بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن يعني عن ربما قرارات غير محسوبة. الأمر يتطلب تنسيقا ويتطلب يعني اتخاذ مبادرات بنوع من التنسيق الذي يعطي ثقلا لهذه المواقف. طيب كيف هو واقع الأستاذ بوشيخي الصناديق الاستثمارية التي تم إطلاقها؟ نعم الأستاذ جوهرة، كما قلت بالقال بأن هذه الإعلان الذي تم توقيعه اليوم أنه يأتي في سياق تصاعدي وفي سياق تراكمي للعلاقات بين البلدين الشقيقين. وكما تفضلت سابقا فإن المغرب تمت دعوته خلال سنة 2017 عفوا سنة 2011 2011 للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي. هذه الدعوة بحد ذاتها تعكس أهمية المغرب للدول الخليج باعتباره بلدا شقيقا، بلدا موثوقا، وبلدا ذو علاقات استراتيجية. هذه العلاقات الاستراتيجية يستمدها المغرب مع دول الخليج من البعد التاريخي اللي تحدثنا عنها، البعد التاريخي مع في علاقته مع دول الخليج العربي وخصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن أيضا يستمدها من المؤشرات أو تشهد عليها المؤشرات الاقتصادية التي تتحدث عنها المؤسسات الدولية بخصوص دينامية الاقتصاد المغربي وانفتاحه وقدرته على استقبال الاستثمارات الأجنبية. وهذا مسألة مهمة متعلقة بالإعلان الذي تم توقيعه اليوم، هو إعلان والذي تم تسميته بنحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هو الذي يستهدف تنمية العلاقات الثنائية وإقامة شراكات اقتصادية
فاعلة تخدم مصالح البلدين الشقيقين. إذ يلاحظ أن هذا الإعلان أنه يركز على جانب الاقتصادي أو أنه إعلان اقتصادي أساسا، وأكثر من هذا هو إعلان عملي وليس مجرد إعلان عن نوايا، وهذا ما يستمد من تحديده لمدة تطبيق المذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم وهي 12 مذكرة، حيث حدد مدة لا تتجاوز 3 أشهر. الإعلان حدد مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ هذا الإعلان يتم دراسة وإبرام مذكرات التفاهم الموقع عليها. طيب دكتور حمادي، ما يهمنا كذلك أن نسأل عن اللجان المشتركة المغربية الخليجية، ما هي المهام التي تقوم بها؟ كيف كان أداؤها؟ ما أفاق تطوير ما تقوم به من أجل تعزيز هذا النسق الكبير في العلاقات البينية؟ نعم، ما يميز حقيقة العمل المشترك بين البلدين هو الانضباط وهو وضوح الأهداف، وبالتالي اللجان المشتركة عندما عملت وعندما وضعت لنفسها خطة واضحة وتوقيت محدد للانتهاء والإنجاز ما تم العمل عليه، رأينا اليوم نحن 12 اتفاقية يتم التوقيع عليها، وهذا إنجاز كبير حقيقة عندما يكون بين بلدين. وبالتالي هناك مجموعة حقيقة من الخبراء ومن أصحاب الخبرات الموجودين في هذه اللجان وأصحاب القرار كذلك من كلا الجانبين، وهذه النوعية من الأعمال أنا أعتقد نحن ما نحن بحاجة إليها في المنطقة العربية اليوم. يجب أن يكون هناك عمل جاد وعمل منظم وعمل قائم على أساس علمي لنخرج بنتائج عملية نستطيع أن نبني عليها. العلاقات بين الدول بلا شك تبنى على المصالح وعلى الثقة المشتركة، وهذا ما يميز حقيقة اليوم العلاقة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية. اليوم هناك ثقة كبيرة، هناك احترام كبير بين البلدين، هناك يعني تجربة كبيرة تسمح للبلدين بأن يعمل من أجل مستقبل أقوى، وبالتالي اليوم نجد ترجمة هذه الأمور كلها بين الدول يجب أن يبنى على المصالح، كيف تستفيد الدول من بعضها البعض. وكما نقول دائما أنا أعتقد إشكالية واحدة من الإشكاليات العربية، نحن دائما نتكلم عن الشعارات وننسى الأعمال، وبالتالي أنا أعتقد اليوم دولة الإمارات والمغرب يعني يعطيان نموذج عملي للعمل العربي المشترك بحيث نستطيع أن ننجز أن نحقق ما يخدم البلدين وما يساهم في رفاه الشعبين. طيب كيف يمكن التنسيق دكتور لجرينو، أنت متخصص في هذه المسألة، لرفع مستوى الدعم السياسي؟ لاحظنا وخبرنا في أكثر من موقف كيف عبر المغرب عن دعمه اللامشروط لسيادة الإمارات العربية المتحدة، وكيف عبر كذلك الإمارات في أكثر من موقف وعبر كل هذه السنوات عن دعمها اللامشروط كذلك لوحدة المغرب مع لوحدة في أراضي المغرب وسيادته على الأقاليم الجنوبية؟ أولا عندما نتحدث عن العلاقات المتينة بين الدول فأعتقد نعم. بأن العلاقات يعني ما يترجمها هو المواقف، والمغرب كما تعلمين الأستاذة جوهرة يعني نعم. أطلق أو عبر على أعلى مستوى بأنه يقيم علاقاته وينظر إليها من منظور الموقف من قضية الصحراء المغربية، وأعتقد بأن دولة الإمارات يعني منذ زمن مبكر يعني الصديق العزيز الأستاذ الدكتور محمد البوشيخي أشار إلى مشاركة الإمارات العربية المتحدة في المسيرة الخضراء، ودعمها كان واضحا ولا زال واضحا من قضية الصحراء المغربية بعيدا عن أي لبس وبصورة واضحة، وأيضا بالإضافة إلى ذلك حتى العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي علاقات متينة. أذكر هنا بأن الإمارات العربية المتحدة تعتبر هي المستثمر العربي الأول بالمغرب والمستثمر الثاني على المستوى العالمي، وهذا يبرز بأن الأمر يتعلق بعلاقات طبيعية وعلاقات يعني استراتيجية، وكما قلت في السابق وذكر بذلك الأساتذة أيضا أنها علاقات تنبع من إرث تاريخي عريق أرساه زعماء البلدين يعني الراحلين الحسن الثاني والشيخ زايد، وهي علاقات حقيقة
تترجمها كما قلت هذه المواقف المتبادلة التي تعكس حقيقة حرص البلدين على مصلحة بعضهما البعض، وخصوصا فيما يتعلق بقضايا حيوية بالنسبة لهما. المغرب طبعا خرط يعني بشكل واضح في يعني في الدفاع عن مصالح الأشقاء في الخليج بشكل عام، وخصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة، وندد ورفض ما تعرضت له خصوصا في فترات سابقة إطراء بعض الأعمال الإرهابية. وكذلك المغرب يعني ظل دائما يؤكد على أحقية الإمارات العربية بسيادتها على الجزر التي طبعا ما زالت خاضعة للاحتلال الإيراني. وفي نفس الوقت كما قلت يعني نجد بأن الإمارات لا تترك أي مناسبة لا ثنائية أو إقليمية أو دولية لتعبر بلغة واضحة موقفها من قضية الصحراء المغربية، وهذه أعتقد بأنها كلها مؤشرات وكلها أيضا مرتكزات تجعل من هذه العلاقات علاقات سليمة مبنية على يعني بعيدا عن المجاملات الرسمية، هي علاقات تجد أساسها من خلال مواقف واضحة ومن خلال كما قلت تراكمات ومن خلال أيضا العلاقات الاقتصادية، والتي جاء اليوم الاتفاق الذي طبعا وقعه يعني زعيم البلدين، وخصوصا فيما يتعلق بإرساء شراكات في عدة أو في عدد من القضايا الحيوية التي تبرز حقيقة على الرغبة في استثمار هذه العلاقة واستثمار هذه التراكمات التي تحدثنا عنها في بناء شراكة واعدة في محيط كما قلت بحاجة إلى مثل هذه الشراكات التي حتما يمكنها أن تنعكس على العمل العربي المشترك، خصوصا وأنه يعني على امتداد حقيقة العقدين الأخيرين أو العقود الثلاثة الأخيرة، يعني لاحظنا كيف أن العمل العربي شهد ترديا وشهد يعني مشاكل كثيرة جدا أثرت على العمل العربي المشترك وعلى النظام الإقليمي العربي بشكل عام، وأثرت كذلك حتى على مستوى تنامي التهافت الدولي والإقليمي على كثير من دول المنطقة. وأعتقد أن مثل هذه المبادرات وتعزيز المواقف وتنسيق المواقف أن تنعكس كما قلت على التعاطي مع مجموعة من القضايا التي تهم ليس فقط البلدين ولكن تهم أيضا حتى المنطقة. طيب الأستاذ بوشيخي، البلدان وقعا في أكثر من مرة على اتفاقيات لتبادل الحر مع دول أخرى، كيف للجانبين أن يستفيد كذلك من هذه التجربة ومن العلاقات التي تجمعهما ببلدان أخرى وتكتلات إقليمية التي تحدث عنها الدكتور الجريني؟ نعم طبعا، وهذه الاستفادة المتبادلة كذلك تترسخ وتتوطد بفعل التفاهمات السياسية بين البلدين. يعني كما نقول بأن الجوانب الاقتصادية ترسخ العلاقات السياسية، والجوانب السياسية توطد العلاقات الاقتصادية، وهذا هو القائم في هذه الاتفاقيات الثنائية وامتداداتها الإقليمية على مستوى مناطق جيوسياسية بعيدة. لذلك فأعتقد بأن هذه الزيارة سيكون من شأنها تعزيز علاقات المغرب ليس فقط مع الإمارات إنما مع دول مجلس التعاون الخليجي، ذلك أن هذا المجلس المجلس التعاون الخليجي الذي يعد الصيغة الوحدوية أو الصيغة الاتحادية الوحيدة الناجحة في العالم العربي، فهو يشكل تكتل اقتصادي، يشكل فضاء جيوسياسي موحد لدول المنطقة مجتمعة كما الدول الشريكة لها، وهذا أمر سعيد دول مجلس التعاون الخليجي بطبيعة الحال، ولهذا حرصت حتى أثناء يعني الأزمة السابقة على الحفاظ على نشاط المجلس وعلى انعقاد هيئته ولقاء مسؤوليه بتمثيل كافة دول المجلس. هذا البعد الاستراتيجي والهام في علاقات المغرب بدولة الإمارات العربية المتحدة طبعا يؤكده ويعززه التأكيد المستمر كما قلنا سابقا لمغربية الصحراء، وهذا أساسي، وكذلك اعتبار المغرب لأمن الخليج قضية وطنية، وبالتالي اضطر لقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران عام 2009 حينما أعلنت البحرين مقاطعة تابعة لأراضيها. كذلك أنه دعم الحق الإماراتي في الجزر التي تحتلها إيران، ودعم المغرب ضد هجمات
دعم إيران ضد دعم الإمارات ضد الهجمات التي تعرضت لها من جناح الحوثي في عام 2022، ثم شهدنا تنسيق في المواقف وتقريبها بشأن التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي وخصوصا الطرفين المغربي والإماراتي. هذا البعد الاستراتيجي كذلك في العلاقات بين البلدين يعين كلا البلدين خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة العربية على الخروج بموقف موحد من تحدياتها. فهناك إن الحرب الجارية حاليا في قطاع غزة، والتي كشفت عن تحولات جيوسياسية محتملة في المستقبل، وبالتالي تشتد الحاجة إلى التباحث بشأن السيناريوهات المحتملة لمستقبل المنطقة ووضع الخطط للتجاوب معها بشكل جماعي، ثم أيضا وضعية الدول الهشة في العالم العربي أو الدول التي يعتريها أو تعتريها جوانب من الهشاشة السياسية نظرا لتغول القوى المسلحة التي تتطلع في أدوار أكبر من أدوار حكوماتها. وهذا يفرض تنسيق المواقف السياسية والجهود الدبلوماسية بخصوص التطورات الراهنة، خاصة قضية الحرب على غزة، الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثبتت أن المنطقة يعني أنها لا زالت بعيدة عن السلام، وأن الحدود الناجمة عن اتفاق أوسلو وحتى عن اتفاقات السلام المبرمة بين دول المنطقة بأنها تبقى قابلة للتعديل وقابلة للتغيير بحسب تطورات موازين القوى في الشرق الأوسط. لذلك فإن هذه العلاقات الثنائية بين المغرب والإمارات يمكن أن تشكل فرصة لتوحيد الرؤى ومن شأنها إقراح مبادرات تمهيدية يتم اعتمادها بشكل موسع في إطار مؤتمرات القمة العربية أو الإسلامية وغيرها من الهيئات التي تشهد انضمام مشترك للبلدين. كذلك ليس فقط التطورات في غزة، إنما أيضا هناك ملف الساحل والصحراء الذي أعتقد بأنه قد يكون له مكان في المحادثات بين مسؤولي البلدين، وذلك نظرا إلى أن المصالح المغربية والخارجية مشتركة في هذه المنطقة التي شهدت انتكاسة سياسية وأمنية جراء التغييرات التي تمت من خارج أطر الدستورية، وبالتالي سوف تكون لها تداعيات على دول الجوار وحتى الجوار البعيد بما فيها المغرب. مؤخرا فقط النيجر يعني أعلنت عن إلغاء عن إلغاء قانون تجريم الهجرة السرية، وهذا قد يعني بمثابة دعوة إلى إطلاق قوافل للمهاجرين في اتجاه دول مغاربية وخاصة المغرب. طبعا الدول الخليجية كذلك لها استثمارات في هذه المنطقة وفي المنطقة الإفريقية، لذلك يهمها أن تؤمن استثماراتها وأن تضمن تطور العملية السياسية في هذه الدول بشكل سلس وبشكل سلمي. لاحظنا في مالي مؤخرا أنها ما نعود إلى موضوعنا. أرجوك الأستاذ محمد الحمادي، رغم كل الإكراهات والمحاذير تبقى تجربتكم في مجلس التعاون الخليجي تجربة ملهمة واستثنائية. هذا التفاهم الإماراتي المغربي في الصف الأول ثم التفاهم المغربي الخليجي هو يعطينا كذلك أملا في تكتل أكبر، وأنت تعرف أستاذنا الكريم أننا نحتاج إلى التكتل، نحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد وأن نواجه بدرع واحد كذلك الإكراهات والمشاكل التي تواجهنا والتحديات الكبرى. وأنت أتيت على ذكر ما يحدث في غزة وعند أهلنا الفلسطينيين. نعم، أنا أعتقد اليوم الأرضية المشتركة بين المغرب ودولة الإمارات وأغلب دول مجلس التعاون الخليجي هي أرضية متشابهة ومشتركة، وبالتالي تساعد وتؤدي حقيقة إلى السير نحو الأمام بشكل ثابت. اليوم البراغماتية السياسية كذلك في هذه الدول مهمة جدا حقيقة، وهذه الدول تعمل في نهاية الأمر على مصلحتها، مصلحة مواطنيها، مصلحة شعوبها، وكذلك مصلحة العالم. اليوم لا نستطيع أن نفصل نفسنا عن دول العالم وعن التحديات اللي موجودة في العالم. المملكة المغربية دائما هي عنصر إيجابي، عنصر فعال في النزاعات الدولية، وبالتالي رأيها محترم ومقدر جدا. دول الخليج كذلك هي دول مسالمة، دول تحاول أن تكون موجودة في المعادلة الدولية كذلك بشكل إيجابي ومساهم بشكل يفيد الآخرين ولا يضرهم. وبالتالي أعتقد اليوم
هذا العمل المشترك بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وما خصوصا مع دولة الإمارات هو عمل انا اشوفه هو نموذج حقيقة للتعاون بين الدول التي تستطيع ان تحقق الإنجازات الفعلية، إنجازات تصب في مصلحة الدول وفي مصلحة المواطنين في كلا البلدين. الأمر كذلك المهم حقيقة اليوم النزاعات التي تعيشها العالم، التحديات الكثيرة الموجودة في دول العالم وفي منطقتنا، دائما هي بحاجة إلى دول حكيمة ودول إيجابية في نظرتها. المغرب أثبت حقيقة على مدى سنوات طويلة أنه بلد في القارة الأفريقية قادر على إحداث التغيير الإيجابي، قادر أن يكون هو العنصر الإيجابي، العنصر الفعال، وهذا أكسب المغرب حقيقة احترام دولي وفضلا عن الاحترام العربي. اليوم هذه النماذج حقيقة من الدول نحن بحاجة إليها في عالمنا العربي. نحن ننظر اليوم حقيقة على مدى أكثر من 10 سنوات الماضية وما يسمى بالربيع العربي، كيف أن كثير من الدول للأسف الشديد سقطت وتراجعت عشرات السنوات إلى الوراء. دولة مثل المغرب ودول الخليج ودول عربية أخرى بفضل حكمة قيادتها وتكاتف الشعب ووعي الشعب والقيادة كذلك استطاعت أن تنجو من نيران ما كان يسمى بالربيع العربي في ذلك الوقت. لذلك أنا أعتقد اليوم هذه الرؤى المشتركة مهمة جدا للعمل من أجل المستقبل. ربما كذلك رؤية دول مجلس التعاون الخليجي، رؤية دولة الإمارات، رؤية المغرب للمستقبل رؤية مشتركة، كيف نحن نواجه تحديات المستقبل. اليوم العالم يتجه نحو المستقبل بسرعة فائقة، بأدوات مختلفة، بتحديات كبيرة. هل نحن نستطيع أن نواجه أو نتعايش وأن نتفاعل مع تلك التحديات والتي بلا شك هي قادمة والتي بلا شك ستكون جزء من حياتنا؟ المهم أن تكون هناك رؤية واضحة، هناك عمل وتخطيط للمستقبل، وأنا أعتقد هذا ما تشترك فيه المملكة المغربية ودولة الإمارات بشكل كبير. طيب هذا يعني أنه يجب أن نركز على النقاط المشتركة، المصالح المشتركة الدكتور دريس الجريني، ونركز كثيرا على الاستثمار. ما هي فرصنا في أن نستثمر أكثر، في أن نجد أسواقا جديدة، في أن ننسق أكثر؟ إن كانت القضايا السياسية عصية فربما المدخل السليم في مواطن كثيرة هو الاقتصاد. هو حقيقة العلاقة جدلية بين الاقتصاد والسياسة، ولكن يعني من خلال استحضار مجموعة من التجارب الدولية كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يعني لاحظنا كيف أن الاقتصاد مثل حقيقة أحد المقومات الأساسية التي رسخت ما يمكننا أن نطلق عليه السلام المستدام بين البلدان الأوروبية التي عاشت على إيقاع مجموعة من الحروب ومجموعة من النزاعات. وبالعودة إلى التكتلات الإقليمية طبعاً، وسأكمل فيما ذكرتي أستاذة جوهرة، يعني حتى ميثاق جامعة الدول العربية هو لا يمانع من قيام تكتلات فرعية، بل يعتبر بأن بروز تكتلات فرعية هو عامل إيجابي وداعم للتكتل المركزي الذي هو جامعة الدول العربية. وحقيقة أنا أريد أن أنوه ب يعني اتحاد مجلس التعاون الخليج العربي الذي يمثل حقيقة يعني تجربة مهمة جدا، استطاعت أن تراكم مجموعة من الاتفاقيات وأن تشبك العلاقات الاقتصادية، ويعني استطاع حقيقة أن يحقق مجموعة من المكتسبات التي تبرز رغبة هذه البلدان التي تربطها طبعا بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والعلاقات المصلحية المختلفة أيضا روابط يعني عائلية وروابط يعني تاريخية وروابط حضارية. وبالتالي عندما نعود إلى الجانب الاقتصادي أعتبره بأنه مهم جدا على مستوى الانعكاس على مواقف على المستوى السياسي وعلى مستوى اتخاذ قرارات يمكنها أن تكون يعني تخدم البلدين أو تخدم المنطقة، ما دمنا نتحدث عن المنطقة بشكل عام. فطبعا فرص الاستثمار أعتقد لا بالنسبة للإمارات ولا بالنسبة للمغرب، فهناك مجموعة حقيقة من المقومات التي تجعلنا أمام مجموعة من شروط أو الشروط الجاذبة للاستثمار والتي
تم الإشارة إليها في البيان المشترك أو البيان الختامي لهذا اللقاء، عندما تم الإشارة أو في يعني خلال هذا اللقاء تم الإشارة إلى الاستقرار الذي يعني يتمتع به المغرب وكذلك تتمتع به دولة الإمارات، والتي جعلت البلدين حقيقة يحققان مجموعة من المكسبات ويحظيان يعني باستثمارات كبيرة جدا وبعلاقات اقتصادية مع محيطيهما الإقليمي والدولي. وطبعا تم الإشارة إلى احتضان المغرب إلى بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا لفعالية كأس العالم في 2030، وهذه أعتقد بأنها كلها حقيقة مؤشرات مهمة جدا هي الكفيلة بجذب الاستثمارات، هذه الاستثمارات التي لا يمكن حقيقة أن ننفي أهميتها على مستوى إعطاء طابع من الاستدامة للعلاقات وطابع من العمق للعلاقات، والتي تنعكس تلقائيا وبشكل أوتوماتيكي أيضا حتى على المواقف وعلى المبادرات المتخذة. شكرا. لأنه العلاقات الدولية كلنا نعرف بأن المحدد الاقتصادي هو محدد أساسي، المصلحة الاقتصادية أساسية في العلاقات الدولية وفي تحديد سلوك الفاعلين الدوليين. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على كل ما تفضلتم به. الشكر موصول للأستاذ محمد الحمادي الذي كان معنا مباشرة من أبوظبي، كنت ضيفا عزيزا علينا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا للدكتور دريس الجريني وللدكتور محمد بوشيخة الذي كان معنا مباشرة من الرباط. شكرا لكم مشاهدين على الوفاء والمتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.